مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وإليكم هذا الخبر: فرنسا تكشف حالة الارتباك على متن البوارج بالبحر الأحمر. وإلى التفاصيل: كشفت فرنسا اليوم الأربعاء وضعا مزريا لبوارج التحالف الأمريكي الغربي بالبحر الأحمر. ونشرت قناة فرانس 24 تقريرا من على متن إحدى البوارج الفرنسية. ونقلت القناة عن قيادات الفرقاطة قولها إنها في حالة طوارئ على مدار الساعة في ظل استمرار تحليق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على مدار اليوم. أبرز المتحدثين للقناة الكابتن لويس، والذي وصفته القناة بالقائد الثاني للفرقاطة الفرنسية، إذ أكد تلقيهم تقارير متواصلة حول إطلاق من وصفهم بالحوثيين للصواريخ والمسيرات دون تحديد وجهتها، وهو ما يجعلهم في حالة تأهب تحسبا لاستهداف مرتقب. ونشرت القناة لقطات خلال تحليق صواريخ باليستية قالت إنه اتضح أنها كانت تستهدف إسرائيل ومرت فوق الفرقاطة الفرنسية. ومن ضمن ما نشرته القناة: أجزى البوارج الفرنسية تنفيذ عمليات استطلاع، إذ تنقل عن قائد عسكري فرنسي قوله إنه في أحد المرات تم إرسال مروحية استطلاع لتتحول العملية إلى مضاردة من قبل مسيرات. وأكدت القناة بأن طواقم البوارج الفرنسية لا يحصلون على الراحة الكافية في ظل الهجمات المتكررة خلال الصباح والمساء، مستشهدة باستهداف البارجة بثلاث صواريخ باليستية بعد ساعات من إعداد التقرير. ويأتي الوضع على متن البارجة الفرنسية كجزء من سيناريو باتت تفرضه القوات اليمنية على البوارج الأجنبية المتمركزة في البحر الأحمر ضمن مساعي كسر الحصار عن إسرائيل. وأكدته وسائل إعلام أمريكية وبريطانية بلقاءات سابقة مع قادة تلك البوارج. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.